ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الحمد لله، الحمد لله الذي أضاء القلوب بنور الإيمان وأحياها بالذكر والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، طهر الله قلبه من حض الشيطان فكان أطهر القلوب وأنقاها. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، يقول تعالى في محكم تنزيله على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة الكرام، إن صلاح القلب أمره عظيم وأثره عميم، فهو ملك الأعضاء وتتبعه الجوارح صحة واعتلالا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت النية والعمل، وصلح اللسان وسائر الجوارح. وقد اعتنى الشرع الحكيم بالقلوب ودعا إلى تطهيرها وتنقيتها، فهي محل نظر علام الغيوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب موطن التقوى والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف 3 مرات. فينبغي الاهتمام بقلوبنا، وأن نسعى إلى طهارتها وسلامتها من كل الأمراض، كما نهتم بأجسادنا وأكثر. وليجتنب وليحذر المسلم من تعرض قلبه لمرض الحقد والحسد والغيبة وسوء الظن وأمراض الشهوات والشبهات. أيها المسلمون، إن المسلم لا يسعى جادا وبكل ما لديه إلى سلامة قلبه، فهو أغلى ما يملك. فالإنسان بأصغريه كما قيل: بقلبه ولسانه، لا بعظمه وهيكله. فطهارة قلبك وسلامة صدرك طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، وسبب عظيم لدخول الجنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصحاب القلوب السليمة هم أفضل الناس في الدنيا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وسلامة القلب بتخلصه من أغلال الحسد والبغضاء والغش والرياء والكبر والغرور وغيرها. قال الصحابي الجليل أبو دجانة رضي الله عنه: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى
فكان قلبي للمسلمين سليما. أيها الإخوة الكرام، إن لحياة القلب وصحته طرقا وأسبابا، وأفضل ذلك إقبال صاحبه على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما وتفكرا، ففيه الشفاء والهدى والنور لمن اهتدى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم فيه أبلغ المواعظ وأجلها وأنفع الأدوية للقلوب وأصحها، لكن بتدبره وحضور القلب عند تلاوته. فاصحب القرآن تفز بالرضوان. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وعند وقت الخلوة. فإن لم تجده، أي إن لم تجد قلبك في هذه المواطن، فاعلم أنه لا قلب لك، فسل الله قلبا آخر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذكر يقوي الإيمان في القلب ويبعث فيه السكينة والطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر يبعث الحياة في القلوب ويشفيها من آثار الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وإقبال القلب على الله سبحانه والتضرع إليه وإكثار الدعاء من أهم أسباب ثبات القلوب واستقامتها وقلة تقلبها. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان أنس رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أيها المسلم الكريم، إن مجالسة الأخيار ومصاحبة الأبرار من أسباب سلامة القلب، فهم ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، فتنزل كلماتهم على القلوب بردا وسلاما، فتزيدها صفاء وإيمانا. وقد أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام الصحبة الصالحة، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالصالحون يدلونك على الطاعة ويعينونك على مكارم الأخلاق والإحسان، وحب الخير للناس ودفع الغيبة والشرور عنهم مما يعين على سلامة القلب ونقائه. فاللهم ارزقنا القلب السليم والأجر الكريم يا بر يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.